هيبدأوا بكرة، عشان كده قلت لازم أطلع معاكم لايف ستريم النهاردة، لأن بكرة وبعده وبعده 3 أيام في غاية الأهمية. 3 أيام البيض، صيام ال3 أيام الغاليين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم صيام 3 أيام من كل شهر، اللي هم 13 و14 و15، بكرة بكرة وبعد وبعده 3 أيام اللي بيكتمل فيهم الأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأيام الهجرية ما تركها النبي إلا لو هو مسافر أو هو مريض، ووصى بها الصحابة بيها. ولو صمت ال3 أيام دول كأنك صايم الظهر كله أو العمر كله، لأن ال3 أيام الثلاثة الثواب اليوم ب10، اضرب الحسنة ب10 أمثالها، 3 × 10 ب30، إذا والشهر 30 يوم، فلو أنت بتصومهم كل شهر كأنك صايم العمر كله، كأنك صايم الظهر كله. والنبي كان بيوصي بيها الصحابة ويقول لهم صوموها. وسيدنا أبو هريرة يقول لك أوصاني خليلي، شوف حبه للرسول صلى الله عليه وسلم، أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر، ما يتركها إلا السفر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من صام يوما لله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، 70 سنة بعد عن النار. إيه الثواب الكبير دون، وإيه الشيء العظيم دون. طب بس أنت إشمعنى المرة دي بتسجل لايف على ال3 أيام دول؟ لأن دول لهم المرة دي خصوصية كبيرة جدا، لأن إحنا في شعبان، فشعبان الثواب انت متخيل الثواب اكبر بكتير. ليه؟ لان بعد بكره ليله النصف من شعبان، وليله النصف من شعبان من اغلى الليالي على الله بعد ليله القدر وبعد يوم عرفه. يا هي في الغلاوه دي؟ ايوه في الغلاوه دي. وليله النصف من شعبان يوم الخميس، والنبي قال صوموا نهارها اللي هو اليوم الثالث من ال3 ايام البيض، وقوموا ليلها. ايه الليالي، ايه الليله الغاليه دي؟ فكانك بتستعد ليله النصف من شعبان بانك بتصوم ال3 ايام دول، وبالذات اليوم الاخير. مش قادر تصوم الثلاثه، ان شاء الله صوم يومين او صوم يوم 15. طب وهو اشمعنى في شعبان الثواب الكبير؟ لان استعداد لرمضان، بتستعد لرمضان بصيام ال3 ايام دول. وبعدين حاجه تانية، رمضان شهر ترفع فيه الاعمال الى الله، والنبي بيقول احب ان يرفع عملي وانا صائم. فانت بتقلد النبي صلى الله عليه وسلم، لو صمت ال3 ايام دول انت كمان بيرفع عملك. تخيل الثواب يرفع ويعرض عملك على الله وانت صايم زي النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا لا، في شعبان اكبر واكبر واكبر. ما تضيع ال3 ايام دول على قدر الامكان، الا لو حد مريض او مسافر. انا مسافر يمكن ما اقدرش اصوم، لكن لو تقدر 3 أو 2 أو 1، اوعى تفوت الأيام دول. ويوم إن شاء الله بإذن الله هيكون يوم 15، يوم غالي جدا، ليلة النصف من شعبان. وأنا هكون موجود معاكم مرتين، مرة الساعة 7 ومرة الساعة 11. الساعة 7 نحكي عن ليلة النصف من شعبان، والساعة 11 ندعي مع بعض في هذه الليلة العظيمة.